ترى شق رفيع المستوى وبالتغريدات على تويتر وقع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحظي على تفاعل كبير من المغردين العرب خاصة بعد نشر التغريدات في حسابيهما الموجهين للناطقين باللغة العربية. نتنياهو عبر حسابه الرسمي نشر تغريدة قال فيها أنه لن يقبل درسا في الأخلاق من أردوغان الذي يحتل شمال قبرص وجيشه يذبح النساء والأطفال في القرى الكردية. ليرد أردوغان وعبر تويتر أيضا بقوله إن الفلسطينيين اليوم يتعرضون لسياسات ترهيب لا تقل عما تعرض له اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، وأن استهداف أطفال غزة وهم يلعبون كرة القدم على الشاطئ بوابل من القنابل جريمة ضد الإنسانية تماما مثل جريمة الهولوكوست. نتنياهو عاد للتعليق معتبرا أردوغان مهووسا بإسرائيل، منتقدا الجيش التركي الذي يذبح الأطفال والمساء في أو النساء في القرى الكردية على حد قوله. التراشق بالتغريدات كان البداية، ليأتي بعدها التصعيد في الخطابات، حيث نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه في تويتر فيديو مترجم للغة العربية تضمن تصريحات له في مناسبة عامة عن أردوغان. نخصفتي עכשיו לטרלול היומי של הרודן האנטישמי ארדואן. יש לו אובססיה עם ישראל, כי הוא יודע מה זה צבא מוסרי באמת. הוא יודע מה זה דמוקרטיה אמיתית, לעומת צבא שטובח בילדים ונשים בכפרים הקורדים, במדינה שלצערי הופכת לרודנית מיום ליום. יש לו אובססיה עם ישראל, אבל יש שיפור. פעם ארדואן היה תוקף אותי כל שעתיים, וזה עכשיו כל שש שעות. ليعود الحساب الرسمي لصحيفة يعني شفقة التركية والمقربة من الحكومة ويغرد بفيديو مترجم للعربية أيضا، وفيه يرد أردوغان بشكل غير مباشر على تصريحات نتنياهو. bizi Kıbrıs'ta işgalci olmakta, kadınları ve çocukları katletmekte suçlayan İsrail başbakanının sanıyorum herhalde dili suçlu. Herhalde kendilerinin Filistin'de işgalci olduklarını, Filistin topraklarındaki kadınları, çocukları, her yaştan on binlerce masum insanı dünyanın gözü önünde silahla, bombayla, tecritle öldürdüğünü söyleyecek. Netanyahu, sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir. Sen zalimlerin sesisin. مغردون عرب دخلوا على خط هذا التراشق متسائلين من استخدام كلا الطرفين اللغة العربية لإيصال رسالتهما، وشكك البعض فيما يحدث على تويتر وأنه مجرد غطاء لإخفاء ما يحدث في الاجتماعات المغلقة. نتابع. ولتفاصيل أكثر عن التراشق التويتري بين أردوغان ونتنياهو وأهدافه ينضم إلينا من الرياض الكاتب الصحفي عبد الرحمن الطريري. أهلا فيك معنا أستاذ عبد الرحمن، كيف نقدر نفسر هذا الجدل وهذا التراشق اللي يعني كلمة من هنا وكلمة من هنا وكله جالس يدور على تويتر؟ مساء الخير. أول شيء خلينا نرجع الحسابات هذه متى أسست. يعني إسرائيل بالعربية أسس في يناير 2011، حساب أردوغان في سبتمبر من العام نفسه، حساب نتنياهو في العام الذي يليه. معناته أن الحسابات هذه كلها رأت أنه منصات تويتر وفيسبوك والسوشيال ميديا عامة كان لها تأثير كبير في الربيع العربي وتغيير أفكار الشباب في العالم العربي، وبالتالي أصبح هناك مستهدف يشبه ما كان يحدث
يعني في القرن الماضي من إطلاق إذاعات مهمة لبث باللغة العربية مثل متكارلو وبي بي سي، وبالتالي الهدف هو التأثير. الحسابات الإسرائيلية كانت تأخذ أكثر النموذج الأمريكي اللي هو محاولة إعطاء صورة جميلة عن أنه بلد اختراعات، بلد إنجازات. النموذج التركي كان يحاول يكرر ما كان يسعى إليه عبر القوى الناعمة اللي كانت تمثلها الدراما التركية في القنوات العربية، وهي بالمناسبة كانت تعطيها لعدد من التلفزيونات العربية وأيضا تلفزيونات في شرق أوروبا بالمجاني فقط لدعم صور إيجابية عن تركيا تمثل دولة الديمقراطية، دولة السياحة، وبالتالي تكون هذه دعامة كصورة ذهنية تتصدى أمام الواقع الذي تمثله تركيا كأكثر دولة في سجن للصحفيين، أو أنه تركيا ما حوالي 100,000 معتقل خلال 3 سنوات بعد الانقلاب. ليش هناك حسابات باللغة العربية وحسابات بلغات أخرى؟ لأنهم يحتاجون خطاب مختلف، يحتاجون خطاب موجه للعرب. الحقيقة الحديث اللي كان يخرج من حساب الرئيس أردوغان خلال الأشهر الماضية الناطق بالعربية والذي يختلف في خطابه الناطق بلغات أخرى كان يذكرني الحقيقة ببعض الزملاء العرب، يعني المعارضين أو المطردين من بلدانهم اللي كانوا موجودين في لندن خلال السنوات الماضية. كانوا إذا خرجوا على قنوات عربية يقولون الشيخ أسامة بن لادن، وإذا خرجوا على قنوات ناطقة بالإنجليزية قالوا الإرهابي، وبالتالي هم احتاجوا إلى لغة معينة يدغدغون فيها الجمهور العربي تحكي عن القدس وتحرير القدس وما إلى ذلك. هذا الأبرز الحقيقة في حساب أردوغان. نعم، طيب أستاذ عبد الرحمن، في الحالة تحديدا اللي تحدثنا عنها الآن واللي هي التغريدات حتى متداولة بكثرة بين المغردين العرب، في الحالة هذه تحديدا هل هذا الخطاب الموجه من نتنياهو وأردوغان كان مهم أنهم يضعوه باللغة العربية للعرب أيضا؟ أنا أعتقد أولا أنه الطرفين الحقيقة في حاجة سياسية إلى انتخابات، وبالتالي يحاولون أن يصنعون بطولات خارج الملعب الرئيسي للتحدي. لكن بالتأكيد أنه دائما بالتوازي مع كل العنتريات التي يقوم بها أردوغان، سواء خروجه من مؤتمر دافوس أو إرساله سفيرة مرمرة لمحاولة فك حصار غزة والتي قامت إسرائيل بقتل 10 عناصر منها، دائما ما كان الاعتذار يأتي من تركيا بعد انتهاء الحاجة السياسية لهذه العنتريات. يعني صحيفة صباح وهي المقربة صحيفة صهر الرئيس أردوغان نشرت خبر يوم أمس أنه حصل فيه اتفاق جديد بين أحد المصارف الإسرائيلية والخطوط الجوية التركية لإعطاء تخفيضات للمسافرين الإسرائيليين. يمكن معلومة يحتاج يعرفها المشاهد العربي أنه يوجد 10 رحلات يوميا بين تل أبيب وإسطنبول عبر الخطوط التركية، وهي ثاني أكبر ناقل بعد الخطوط الإسرائيلية من إسرائيل. والخطوط التركية نقلت خلال عام 2017 مليون راكب في الرحلات فقط بين تركيا وإسرائيل. نعم. وبالتالي مهما كان هناك عنتريات أو بطولات هي لا تؤثر على المصالح الاقتصادية. هم اليوم أيضا هذا الصراع باللغة العربية قد يكون أيضا لتغطية تنسيق على الأرض السورية ضد المواطن السوري، خصوصا بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، يمكن هذه واحدة النقطة الأخيرة اللي أنت ذكرتها كثير ناس تداولوها، وكثير ناس كانوا بيقولوا أنه هناك تحالف بين الجهتين وأنه هذه الأمور تساعدهم وقت الانتخابات كما ذكرت. إلى أي درجة هذا الكلام صحيح؟ لأنه في كثير ناس كمان حتى جالسين بيقولوا أنه مثلا بيوجهوا الخطاب لأردوغان أنه إذا كانوا الإسرائيليين كما تصفهم في خطابك وفي تغريداتك أنه خلاص فك العلاقات مثلا. خلينا نرجع للمصالحة اللي سواها أردوغان بعد قتل 10 المواطنين الأتراك اللي كانوا على سفينة مرمرة. لما حصلت هذه المصالحة والتي بالمناسبة كانت في نفس الأيام التي صالح فيها روسيا بعد إسقاط الطائرة الروسية، أقر البرلمان التركي وقتها أن يكون هناك تعويض يقدر ب10 مليون دولار، الإسرائيليين أقروا تعويض ب10 مليون دولار لأسرة القتلى الأتراك، ولكنهم أجبروا البرلمان التركي على أن يكون هناك قانون يمنع أي فرد أو جهة أو مؤسسة تركية إلى محاكمة إسرائيل على هذه الجريمة. الخطاب المتوازي هذا عن تركيا نفهمه أكثر لما نشوف الخطاب الإيراني. أمس كان في لقاء
محمد جواد ظريف في إذاعة يعني أوروبية كان يقول إحنا لم نتمنى أبدا قتل إسرائيل، لكن نراهم في الخطاب المحلي أو الذي وجه للعرب لديهم فيلق القدس، لديهم الموت لإسرائيل على جميع الأعلام التي يرفعها الحوثيين أو باقي التابعين لهم. أيضا في اليومين الماضيين كان هناك سفينة تحمل أسلحة، كانت تقول تركيا أنها تحمل مواد بناء متوجهة إلى 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 ليبيا، والأستاذ غسان شربل رئيس تحرير الشرق الأوسط قال له تغريدة جميلة، قال أنه لا يوجد أكراد في ليبيا، فلماذا يعني يرسل الأتراك الأسلحة إلى هناك؟ نعم، نحن شاكرين لك على هذه المداخلة. كان معنا من الرياض الكاتب الصحفي عبد الرحمن الطريري، شكرا لك.